يعطيني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البوم. متأكدين ان احنا في الصياد ولا في التيون؟ ولا بلونات. والله ما توقعت كذا يا جماعة. انا مش في كبدة حاشي. هم بعاد كبدة حاشي. قاعد في مضاربة هناك. وانت كل تجمع تشوفه تقول مضاربة. دزها دزها ياسر، خلينا نشوف ايش السالفة. يلا. 600 شكلهم يحرجون على بعير. يا غبي، دي ناقة ما هي بعير. هي بالله صدقت، أشهد بالله أنك راعي نظر، هذه ناقة ما هي بعير. ياه والله يا أنت أفهم يا كفتة، ما شاء الله عليك. أيوة أنا عندي فراسة في الحيوانات. خلونا نقرب منهم. 600 700 50 800 50 مليون. كم العادي كم؟ كم العادي كم؟ زود 100 عادي. مالي دخل فيك. والله العظيم يا اخي. يلا هلقم مسوي فيها تلعب فيفا. احد عنده زود؟ خلاص طب. من اللي اخذ الناقه؟ عامر. وبكم اخذها؟ مليون. آه يا أبو معجباه، أنا من السنة اللي طافت بايعها يوم الديون حدثني، والحين اليوم أنا جاي عشان استردها ورجعها. أقول راحت مليونين. يدي طب يدي شوي يدي عورت. أجل غرابة. 3 مليون. 4 ملايين. طب يدي فك يدي عورت. 5 كل 5. مبروك مبروك ال5 مليون يا عامر، سدد المليون و4 مليون حلال عليك. أقول عسى ما حد ينسانا من 4 ملايين. ملايين. لأن وجيهنا وجيه خير عليه. عليه. ومن حضر القسمة يا شباب فليقتسموا. يقتسموا. صحي لسانك. مرحبا أمبو. حي الله الشيخ عامر. تفضل طول الله عمرك. يا ابوي افتح لك مطعم بخاري، مانتو فرموزه كبيبه زي اللهب. وش مانتوها انت؟ الا ناخذنا قطعه ارض بذا ونزرع نخل وما صنع تغليف. ما عليك منها يا عامر، اسمع كلامي، افتح لك لاونج في التخصصي وجيب لك احلى فنانين. يا عيال في مباراه اليوم؟ لا يا ابوي. اجل من ذولي؟ هلا والله عالحداد يا كبير انت. سلامات سلامات. المفروض باثريوت فاز المركز الاول وربع بنطامي فرحانين بالفوز. مبروك مبروك تستاهلون. مبروك 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 تستاهلون. يا عيال جو التحديات عندهم البطل، انا قررت ادخل معهم واخذ لي واحد مفروض. بس يا عامر حنا يبيلنا واحد يفهم في الامور.
تراها يا شباب يعني بحريم هي دجاج. قف عليك، وين راح كفتة بالكفاتي؟ يا حبيبي كفتة هو راعي نظر. اسألها وأنا بالمكفت. أتحداك يا ابن مكفت. هذا حاشي. أما عاد حاشي يا كفتة، عطنا العلم، هي تصلح ولا ما تصلح؟ أقول يا كفتة افحصها زين، لا تنكبنا، تراها فلوس. كم وزنه؟ وانت بتوديه للمقصب أولاه بعد يا رفقار وقويصر بالكاتب. هب كنتوا جايين تشترون ولا تستابلون؟ إذا ما معكم 700,000 ريال ولا الخلاء. سلامات يا ابوي، والله لو انها جايب لك زز. هبك ما تدرون وين بالفيه، هذا القعود على بارود بن صاهود بن جلمود. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مبين عليه ولد اصول ادب رزه وبراطم. يا ناس عليه يا استاذ. ولد بارود هذا ايش اسمه؟ ما بعد سميته، واللي بيشتريه يسميه مجلعد، وانا اللي بشتريه علشان تعرف انه ما انطقطق. هذا اكيد احد مرسله من منافسينا. ما هقيت والله يا ابو قبلان، هذا واحد يدربي راسه ولا يدري وين ربه حاطه. هذا شكله من الحذران اللي ابوه يعطيه دريهمات وقال روح تمش في الصياد. هبقى الحذري ما لقى يتمشى اللي عندي هنيه، لكن هين تمشيته هذه بتخليني يمشي كذا ما بسمع على علبه. اوريك يا ابو الاغابيب. يا عيال ذا وراه تاخر، الشمس بتغيب، نبي نروح نريح. بشركم يا عيال نقلت الملكيه الحين. يا عامر انت شاري ندينا ولا القعود؟ لا شاري القعود، بس ترى الاجراءات مب سهله، في شريحه بيانات تنقل المعلومات كلها حقت المالك الاول وتجي لي. يا الربع لقيت لكم اهل القعود، شباب طيبين ودقاق ورقاق وحلا. من معي؟ انا عامر. من وين؟ من حي السليم. ونعم. وين؟ شكوش جده حي الهمدويه. كفتة رعي نظر من الجرادية. ياسر من الشفا. تركي من أم الحمام. صالح من القصيم. خذيت المفروض وسميته مجلعد وبتحدى فيه بالمفاريد، ويا بعزها ولا بعزاها؟ لا والله في عزاها، في عزاها إن شاء الله. كوفو يا راعي مجلعد، ترى المنافسة حامية وأشوفك واثق من نفسك. بالله واثق واثق ومن تفخر رأسه، لكن الرأس هذا الله ما ينسم غيري أنا. أثق بالله أولاً، ولكن فعولنا في الميدان، واللي في راسه شيء يجي للميدان. تحسي وتعقب؟ إن شاء الله هني لفرك هشمة. يا أبو قبلان يا أخوي ربعتني، الله يربعك. وش علمك؟ هالمعذر هالمعذر، يقولون عنده واحد راعي نظر هو اللي اختار له القعود. راعي نظر؟ هلا هلا الغلي مليانة شفته هذا وخياها اللي معه، والله يا زول ما هو زول ناسين يبين يجيبون واحد راعي نظر، لكن نكمحهم راعي نظر. وش اسمه؟ اسمه كفتة يا ابو قبلان. جعل والله يكفي تهشر خال كفتة. عال عال كفتة، تعيد تعيد هلا في اسلام عري تعيد. وكذا هو هذا طاوي الجوع، هذا يدور العيشة، ما هو جول واحد طال عمرك يدور ابن ومزاين، لكن هين هين يا ريجين. الوعد الوعد، الميدان الميدان يا ميدان. هذا وش جابه؟ شوف اللي رفعه المزاد، الله واخوياو. هذا نظامكم؟ اقول ياشين السرج على البقر. الغليم يقول لك تحداني انت. انت ورا ما تقش خوياك هذول اللي معك وتروح تلعب بلاي ستيشن، ابرك لك. لا تجي تحدى عطران الشوارب. اقول يا عطران الشوارب، الوعد بالميدان. أنت ما تعرف من تلاعب. هذه حقة بلاي ستيشن. ها؟ حقة بلاي ستيشن. أنت ما تعرف من تقاوم. هذه حقة مواتر. بعد
أنت ما تعرف وبس. يا شيب عيني شيبة ولد أبك انفست علي والربع كلهم يشهدون وكلامي أنا مثل السيف. انفست علي ترى إلك منقية إلك أنت لحالك. أشهدوا يا رجال يا رجال خلكم شاهدين. الرجال يقول انفست عليه يعطيني ناقة المنقية. أنا شاهد أنا شاهد إن شاء الله الناقة ناقتك المنقية. لا والله القمزة القاشرة تلطك أنت خوياك. كالمنقية ما هي بناقتي. المنقية 20 ناقة. انفست ترى هيك. لكن ما فزت وفزت أنا قعودك قعودك نبنق صبه وبنت عشاها نوري يجين. سلامات يا كابتن. تبغى يقصب قعود ب 700,000؟ احنا فين؟ قوم يا واد. هذا والله اللي مشاركته ما هي في محلها. اقعد اقعد اقعد. هذا تحدي. ان كان خويكم يبي يناطح الرجيل وصام خروس يتحدى. وان كان ما هو بكفو برخمه يهز على شحم ويقعد. اقول تم وانا راعي مجلعد. نتوجه نطلع الفائز بالمركز الاول امجلعد العام. اليوم معي صاحب الانجازات والنواميس، صاحب النظره الخارقه الحارقه بمجلعد الدق الرق والحلا الاول وقفى بمنقيه ابو قبلان. هلا والله وسهلا. الله حيه. ارحب ارحب. وش هم التخطيط والخطط؟ انا ما خططت وانا اخوك، احنا طالعين نكشت بالصياد انا والربع تمام؟ وجت بفضل الله الحمد لله والشكر لله اخذنا المركز الاول. وش ذا الثقه يا عم؟ يا ابن حلال انا راعي الشناح، راعي الظهير، راعي الضمير، راعي الرب وهسلي. يا وش ذا يا عم؟ امزح معك امزح، انا راعي مخرشوف يا ولد. ثقه عفو عليك. وش توعد جماهيرك؟ اواعدهم بشتات، اواعدهم بالمنقيات، اواعدهم بالفردي، هم يختارون ولا لا يا عيال؟ وين اللي يتحدى؟ وين الثقه؟ انشر السناب ذا في كل مكان، شيروا شيروا. وافي يا قلن. عفو عليك. خالك نخبه النخبه يا عامر. مشكور يا عرين. والله وصلت راعي منقيات ولد عمي، عز يا ملال عز يا مهبول. عفو عليك، انت يا صالح من اليوم ورايح وكيلي. لا لا وقف 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 وقف، وش ذا؟ يعني شلون يعني عشان ولد عمك جاي تحط وكيل؟ ايه عشان ولد عمي، عندك شيء؟ لا تخاف يا تركي، انا ابغى احطك مسؤول عن العلاقات العامة. مسؤول عن الشعر والاحتفالات. بيض الله وجهك. لا يا شيخ. وانا تبي ادز الاستراحه. عفو عليك انت خوي يا ابوي، انت مسؤول عن السناب والمواكب. ابيك تشتري لي جي كلاس وشاص وجيب لكسس. اوكي ابشر بها. اي يا ابويا انا ايش مهمتي يا ابو خربوش؟ اقول الله يخلف بس اسمها ام خرشوم. لا يسمعك عريج ويدور لك. انت مسؤول التغذيه والتعليف، وانت كفته راعي نظر زي ما قلنا لك. انت نصاب شغلتنا راعي نظر ولا شفنا منك ولا ريال. انا نصاب تمامي. اي لحظه لا انتبه انتبه تغلط على الشيخ عامر. انتبه انت حرامي، المفروض تعطينا 1,000 ريال لانه انا اللي اخترت المفروض. اقول ليتك جبت صامولي. دزها دزها الاستراحه كعابي، ما نحتاجك. يلا هين الوعد قدامي عامر. اقول انقلع يا الدرثوم انقلع. كوك كوك كوك. وكذا ما هو بالرجال راعي النظر اللي يشتغل عند عامر؟ ها؟ إيه والله إنه هو. صفت صفت
مسيت بالخير. مساء الجن والعفاريت. افا وش فيك انت؟ عامر النصاب ما اعطاني حقي وطردني. عامر طردك؟ امش معنا ومالك اللي يدس بشاربك. انا جعان ابغى اروح بوفيه اكل كبده. تعال معنا ومالك الا تيس كامل. تيس امانة. هيا هيا يا الف يا العافيه يا ابو الكفاتي. شر والله بالخير. انت من يوم تركت الغليم هذا وعفشه اللي معه عزلك تبى تلقى خير. ابشر والله بالخير. اقول لك في انا كلاوي بقدامك الشحم واللحم تقول لي كلاوي ابدورها منه ولا منه ولا تصدق يا اخوي طبيك الجوع انت تبى تاكل انقذ وكل معي يا اخوي. يا اخوي وجهني يستاهل. خلاص ارفق ارفق عليه ارفق عليه هذا ابو الكفاتي هذا. اقول يا ابو الكفاتي اباك تشتغل معي وبعطيك ميزانيه مفتوحه لكن ها ما باك تنقال الا الشيء الطيب. ابشر بها ما نعب من مكفيت. اقول لك ابغى كل يوم تيس كامل. يلا حلو حلو يا ويلي يضحك يسكينك سكيناك. ابشر ابشر والله فخار. تبي اصدق يا ولد عمي يبي لك عالم يبي لك ربع يبي لك تحالفات. على العموم التوجه للصياد العش عندي بالمخيم الليله. اقول لك هذا اشقح ولا مغر ولا مجهم؟ انت ما شايف عينك؟ يا ابني ما شاء الله عليك كأنك جاي تدور على الحلال الطيب. ياوا أنا الشيخ بن مكفيت رأي النظر كل اللي فازوا أنا اللي نقيت لهم حلالهم. وإنت بتشتغل عند مين؟ أشتغل عند أبو قبلان كلفني أشوف له حلال طيب. وليش تغلب حالك؟ أنا رح أريحك وأخليك ما تجيب ولا تشارك إلا بالشي اللي عليه القيمة. أنت رأي نظر؟ لا أنا اللي بخلي راعي النظر عنده نظر بس أنت خليك معاي رح تكون رضيان انت وابو قبله. نرحب بكل من حضر ونقول ما قصرت وبيض الله وجيكم. رحبوا معي بضيوف صالح شباب القصيم. شباب القصيم. وهنا منهم ضيوف ياسر شباب تركي الاول. تركي الاول. ومن هناك هناك منهم هناك ضيوف الشيخ عامر. ضيوف الشيخ عامر شباب حيسري حيسري. وهناك منهم هناك ضيوف شكش من جدة للرخاء والشدة حي الهندوية. مرحبا حي الهندوية. مرحبا. وهذول عاد أصدقائي أصدقائي الحي من الحمام. شباب من الحمام. وهناك منهم ما أصدق الشيخ عامر الشيخ عامر البطل السيف الجبل الحمام. الحمار الحمام الحمام. واسمع لي يا شيخ عامر اقدم لك شاعر الجزالة شاعر الادب شاعر الثقافة انه شاعر الليل عزوز الليل. ارهب ثم ارهب ثم ارهب. جينا نشارك ونبارك لنا المجلدات مجلدات مجلدات. جينا نشارك ونبارك للاعلى المجلدات. جينا وفروسنا سطر وتشيش. حي الله عامر والقعدان والمفطحات. ولا تنسونا يا اخوان من الاكراميات والبخشيش. انت جاي تشحد هنا؟ جاي اقتات عن طريق الشعر. يا عم اقتات عن طريق شارع المنصور في مكه. طس هناك ابلف. عريج حي عريج حي عريج. حلوى وسلوى. والثقة يبقى ثقة في محل الشيخ عامر جاله عامر راعي مجلعدات الجزيرة. معركة بكرة حامل وطيس فيها. بتدخل اشتاد ولا ما انت بداخله؟ عفو عليك أبدخل اشتاد واللي كفو يقرب. بتاخذ اشتاد؟ عقبني الفنجال إذا ما خذيته. الثقة يبقى ثقة ولا لا يا عيال؟ ولا لا يا عيال؟ مدام الدراهم موجودة يبطي أحد ياخذه وأنا عامر. كفو يا ابو قبلان. الكغلايم عامر
يقول انه بيدخل مزاد اشداد بكره. كلام الشباب هذا والله اللي عاقبنا عقوبه يا ريدي. على اي الملازم منه عقوبه؟ هي بالله عقوبه. انا وش اسوي؟ هو الشبه مني والشبه مني، المنافسين من جهه وهو من جهه، انا وش اسوي انا؟ لكن اشداد قدام راسي شم الهواء والله ما يذوقه. اقول لك ايش سويت؟ ضربتها ابرة ببراطمها. ضربتها ببراطمها؟ انت خليك مع وهبي وهو يجمل اللي ما يتجمل. شايف هاي الناقة؟ راح تصير حديث البلد. واذا ما ربحتكن جوائز وفلوس انا ما اكون اسمي وهبي. يعني هذه الابرة تنفخ ببرطم؟ بالضبط. بدك انفخ لك برطمك؟ ضحكتني. اقول لك خلص شغلك، نبغى كل المنقية تخلص الليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم المنافسة القوية بين أبو قبلان وصاحب مجلعد. من يفتح الباب المزاد؟ ألف ريال. ألف ريال. ألف ريال. ألفين. ألفين أبو قبلان. خمس آلاف. خمس آلاف صاحب مجلعد. عشر آلاف. عشر آلاف. عشرين ألف. عشرين ألف ريال. ثلاثين. ثلاثين ألف ريال أبو قبلان. خمسين. خمسين ألف. خمسين ألف. ستين. ستين ألف يا أبو قبلان. ثمانين. ثمانين يا راعي مجلعد. مية. مية ألف. مية ألف. والله احترقت اليوم. مية ألف. منافسة قوية. هاي راعي مجلعد إيش تقول؟ مية وخمسين ألف. مية وخمسين. مية وخمسين ألف. 150 ألف. ها إيش تقول يا أبو قبلان؟ 150. ها يا أبو قبلان؟ أقول أعطيه. إيه. تحية الجمهور. ألف ألف مبروك صاحب الجلعد. لا داعي لا داعي لا داعي. أشداد لها هلا يا أخوان. اللي ما يقوى أشداد لا يقربه. اتحداك يا المذيع البطل. مشينا يا عيال مشينا. سب الشيخ سب. مر علينا بالمخيم بإذن الله. روح يا أخ كفتة. نعم. البل هذه كلها فيها عبث. إيش عبث؟ مضربة أبر وملعب فيها. ما هو؟ يا شيخ يا شيخ انا بعلمكم علم ما هو بزين. وش انا هي علومك اللي ما هي بزينه؟ منقيتك علامه شراها الكفته طلعوها مع علم شرحه. وش وش؟ اي والله يقولون فيها عبث. والله اني خابر خابر ان كفته هذا ما يجي من راه للدواهي. من يوم شفت المقرود عامر وانا خابر انه بهذن حظنا ردي. لكن هين انا اوريك كفته لك فت كفته الشر. مش انا مش انا اعطيك الشغل هالحين يا ابو الكفاتي. اعرف شلونك فتك في الصندوق هذا. خلي جميع نسلم يشوفك. قلنا بنقباني في يوم التحدي دام عامل خاص بكبشر بالخسارة. الصياح الشاهد اهلك بالهزيمة بالشداد نوق كاس المرارة. هذا عامل لا حضر ونجل عداته وضعهم معروف دايم بالصدارة. I'm not afraid.